تحياتي يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم في محاضرة الـ V-Ray Lighting الجزء الثاني منها. اليوم راح نبلش احنا على الـ V-Ray Lighting للفراغات الداخلية للـ Interior Design أكثر. راح نعمل موديلينج كتير سريع لغرفة صغيرة نحط فيها شوية فيرنشر، بس عشان نتعلم كيف نعمل فيها إضاءة. أنتم المطلوب منكم تعملوا فراغات مشابهة، مش بالضبط نفسها، كل واحد يعمل حر بالفراغ تبعه، بس أشياء كتير سيمبل، بس عشان نعرف نمارس ونطبق عليه اللي راح نتعلمه معنا اليوم. راح ناخذ هاي الحصه في اللايتنج، وراح يضل لنا كمان حصه راح تكون شوي ادفانس في اللايتنج عشان نكون انهينا الفيري ريندرينج. طيب راح افتح بس الريفيت بشكل سريع عشان اعمل موديلنج لغرفه كثير صغيره. اي حدا فيكم بقدر يستخدم اي سوفت وير بده اياه، راينو، سكتشاب، اي سوفت وير، بس عشان نعمل اي شيء صغير، اي فراغ صغير. مش مهم شو السوفت وير، راح نعمل امبورت، بس انا راح استخدم الريفت بشكل سريع. مش مطلوب منكم كمان مرة تستخدموا الريفت، أي سوفت وير بدكم إياه استخدموه اللي تشوفوا أسرع وأسهل لكم. بس أنا هون راح أعمل غرفة كتير بسيطة، أوكي، بحاجة بس إنه يكون يعني الحجم صغير نوعا ما. بدي أحط، ضروري جدا أحط فيه شباك، عفوا باب وشباك، و عشان نعرف او عشان نتعلم كيف ندخل الإنارة الطبيعية. بدي احط كمان هنا باب بلكوني، او باب شوي واسع، او شباك شوي واسع، عشان نعرف نتعامل معه بشكل سريع. مثل ما حكيت انت المهم تعمل موديلنج بغض النظر على اي سوفت وير، غالبا راح تستخدموا الراينو لانكم تشتغلوا عليه في الجزء الثاني من الماده. خليني اشوف سايد، اي باب مش قصه، اوكي راح احط بس فلور اوكي. الحيطان اخليهم طابق تاني، بس اي شيء سريع يعني ممكن تعملوه. هاي كوبي، هاي الاين تو سيلكتد ليفل 2. تهيألي هاي الغرفة كافية بالنسبة لي لأغراض هذا التمرين، كافية، فارجع اعملها سيف. ستوب، هاي ويك 13، اوكي هاي الماكس 2021. راح اعمل امبورت او لينك لهاي الغرفة، لينك ريفت. كمان مرة إذا أنتوا بتشتغلوا على الراينو ممكن تعمل امبورت مباشرة، أو من الراينو تعمل اكسبورت للصيغة اللي بدكم إياها. هون بدي أعمله نوت كومباين عشان أضمن إنه أعطي ماتيريال مختلف لكل حيط من الحيطان. أوكي دو نوت كومباين، هاي التاج ذيس فايل. اوكي هلا دائما مثل ما حكينا لما بنعمل امبورت من سوفت وير ثاني مرات بدخل معه اضاءه وشمس وغيره، احنا ما بدنا هذا الحكي. بدي اروح على انفايرومنت، نتاكد ايش اللي موجود. بدي اشيل الفيزيكال صن اللي بتيجي من الريفت، اذا انت ماخذ امبورت من سوفت وير ثاني ممكن ما يكونش موجود هاي الحاله معك. احنا اللي بدنا نسويه هون بدنا نغير الماتيريال بشكل سريع كتير. هلا احنا من اهم الاسباب اللي حكيت لكم تنزلوا الفي ري 5
انه بينزل معه هون ماتيريال لايبراري بنقدر نستخدمها بكل سهوله. طبعا لهي المشروع الغرفي مسموح لكم تستخدموا ماتيريال لايبراري، ماتيريال جاهز جايبينها من محل ثاني، مش انتم بتعملوها، لانه هون هدفنا نتعلم اللايتنج مش هدفنا نتعلم الماتيريال، لانه الماتيريال اوريدي شغال عليه. طبعا عشان تطلع عندك هاي اللايبراري كان لازم لما نزلت الفي ري تصبر عليه، لانه حجمها كثير 8 جيجا، لازم يكون عندك انترنت سريع. فاذا مش نازل عندك بتقدر تعيد تنزيل الفي ري وتصبر عليه عبين ما يخلص تنزيل اللايبراري عشان تقدر تنزل عندك هاي. اذا مش موجودة عندك بكل بساطة بتعيد الماتيريال بشكل كثير سريع. تمام. هلا انا بدي اعطي الحيطان والسقف ماتيريال دهان، فخليني اروح اشوف paint apply to selected object، بدي احط عليهم UVW map. طبعا هون الارقام مش راح تطلع معي physical، هون بدي اجرب ارقام. اساسا الماب مش طالعة، هو في ماب بسيطة هون زي ديرت ماب، بس خليني اسحب الماتيريال. هاي من الاسئلة اللي اجتني منكم او دلالة كثير ناس عليه، انه مرات ما بشوف التكستشر هون في الفيو بورد بس بكون هو موجود في الماتيريال. فاحنا ايش اللي بنسوي؟ بدنا نسحب هاي الماتيريال ونتاكد انه احنا مشغلين هاي التك اللي هون عشان اقدر اشوف التكستشر. اوكي، فهاي انا بالنسبة لي هيك كافي تكستشر الدهان. اوكي، فبدي افوت جوا شوي، بدي اسحب اول اشي هون الماتيريال تبعت الشبابيك وال بدي اغير. اوكي، بدي ابدل الخشب والألم الزجاج والالمنيوم. فانا كمان بدي اسحب من هون اللي بدي اروح للجلاس، او خلينا نبلش ميتال، ناخذ الالمنيوم هون فبدي اخده على جنب هون ابلاي او اد تو سين، فراح يحط لي اياه هون من لايبر، اخذ لي اياه هون. اوكي، بدي ارجع هون بس اعمل دراج اند دروب من هون على هون عشان تتبدل انستنس. اوكي، او ممكن عشان اضمن انه الخشب تبدل بكل السين بقدر افوت عليه واسحب من هون لهون واحط انستنس، هيك راح يتغير في كل السين في باقي الشبابيك يعني، لانه نفس الماتيريال مش كتير هو اصلا. طيب نفس الاشي، بدي اخذ الزجاج على محل تاني هون، هاي جلاس التوسين بطيء عند الجهاز شوي، مش عارف ليش صبح مش كتير متفاعل. طيب اوكي، فبدي اجرب اعطي الماتيريال نفسه لهون. اوبس، لا هون الموضوع مختلف، فبدي ارجع اسحب الماتيريال تبعت هون، نفس الاشي احط له هون الالمنيوم وهون الزجاج. طبعا هاي اوتو ديسك ماتيريال لابري بدناش اياها، احنا بدنا بدي اسحب وود. هاي اد تو سيلكتد اوبجكت، طبعا هو كمان مرة هو اخذ الماتيريال بس لازم اشغل التكستشر عشان اقدر اشوفها، ومع ذلك هي موجودة يعني حتى لو ما شغلتها هي موجودة. بدي افوت جوا، بدي اخذ ايزوليت للارض، بدي اعطيها تكستشر بلاط، فممكن نعطيها اي بلاط داخلي مثلا هذا البلاط او whatever. هاي اد تو سيلكتد، نفس الاشي بدي اسحبها عشان اظهر التكستشر. اوكي، المابينج منيح اوريدي، وخليني اخذ واحدة من الحيطان مثلا هاي احدى الحيطان الكبار اللي هون، بدي اعطيها وول بيبر بس عشان نعمل شوية فاريشن في الفينش الداخلي. فخلينا نعطيها وول بيبر، نعطيها مثلا هذا الوول بيبر تو سيلكتد اوبجكت، بدي اسحبه بس اشغل نعرف اشوفه. انا بصراحة مش حابه، اظن هذا اوضح. اوكي،
طبعا هون المابينج كتير صغير، نجرب نرفعهم. ميتين ميتين ميتين، اوبس. ايش هذا؟ بس اتأكد شو اللي اخده. add to selected object. ان شاء الله ما يكون عجزتكم هيك بطيء، هو بكون في اشي معلق معاي. بس ايش ال اوكي، بدي افوت على الماب اللي جوا اخليها تظهر عشان اعرف اشوفها، واصغر هاي. اوكي هي اللي هيك صغير. اوكي نكبر كمان شوي. طبعا هاي الارقام 3 سم هي ارقام مش منطقية، بس بتكون الماتيريال المبنية بشكل مش رياليستيك. اوكي فهيك بشكل عام اعطيت ماتيريال سريع الغرفة. بدي احط هنا هذا الشباك. بدي احط بس كاميرا. هلا ممكن احط كاميرا عادية سفير. تارجت. اوكي فبدي اروح احط افوت على الكاميرا اشوف شو اللي صار عندي هون. بدي اطلع شيفت واف بظهر الفريم بافر. شيفت واف اللي هي الفريم بافر اللي عشان اشوف حدود الرندر. وبدي هون بس اغير اعدادات الرندر، اعملها فول اتش دي. انا بحب الفول اتش دي. اوكي مش عارف ليش كتير بعلق معاي. طيب خليني كمان مرة بدي احط البروبوشن تبع الريندر فول اتش دي. فول اتش دي. اوكي بدي اغير شوي. الغرفة كتير عالية طبعا. اوكي ممكن احرك شوي هيك اشوف هاي الزاوية. تمام طبعا السقف كتير عالي عندي هون. ممكن امسكه بس ايش انزله. تمام هلا هيك بنيت عندي بيسك ستراكشر او بيسك سبيس، فيري بيسك سبيس. بس عشان ابلش منه هلا شوف، خلينا نعمل لهون لايتنج. بدي اشرح اللايتنج للانتيريور ديزاين. هلا بيسكلي انا هون بشوف شباك، فلازم اشوف من فيو، اشوف اشي معين برا. فبدي انا هون احط قباله منظر اقدر اشوفه من جوا عشان ما يبينش اسود. فانا اول اشي بدي اعمل هون موديلنج لبلين. اوكي موديلنج لبلين. البلين هاي بدي احطها قبال الشباك بس بحيث تغطيه، اكبرها شوي بحيث تغطيه. تمام بدي اتاكد انها البلين وجهها، يعني كل بلين في الماكس وجه الوجهين قدام ورا. فبدي احط له ايديت بالبولي هون، ايديت بولي، وامسك البلين اتاكد انه الاحمر الفاتح هو باتجاه الغرفة مش عكسها، والاحمر الغامق هو لورا. فهون موجود العكس، فبدي الف البلين عشان وجه الامامي يكون باتجاه الغرفة. كمان مرة احنا بنتأكد من وجه البلين انه باتجاه الغرفة من خلال اللون الاحمر الفاتح، بس الاحمر الغامق هو بيكون ظاهر البلين. فانا بدي الفها باتجاه الغرفة، ضروري جدا نعمل هاي الحركة. الشغلة الثانية بدي اجي اعطيه هون ماتيريال لهاي البلين. بدي اعطيه ماتيريال اسمها في ري لايت. اشتغلنا على الفي ري لايت ممكن قبل. الفي ري لايت هي ماتيريال بتكون ضاوية منها نفسها، بتعطي شوية اضاءة. بس الهدف هون ما بدي اعطي منها اضاءة، مش هدفها تعطي اضاءة، بس هدفها تعطي منظر. بس ليش في ري لايت؟ لانه الفي ري لايت
الريفليكشن بيظهر كثير بشكل كثير قوي. فهون بس بدي اعطيه منظر، بدي اعطيه من هون فيو، فبدي استخدم اي فيو موجوده من بدي احط هون في البيت ماب اي فيو، فبدي اروح على جنرال بيت ماب، مش عارف مين بدي اجيب فيو هلا بشكل سريع. اوكي لا احنا ما بنشغلش اشي ليلي. اوكي ممكن نجيب اي فيو من عندي whatever. اوكي بدي البس هاي الماتيريال لهذا الفي ري لايت. انا هلا مش شايف اشي هون لانه هذا اللون موجود ابيض، بس انا بدي احوله لاسود وبدي ارجع على هاي اكبس هون يظهر لي الماتيريال، بس عشان الماتيريال تبين كان لازم احول هذا اللون لاسود مش لابيض. هلا صرت انا شايف طبعا المنظر كثير، الفيو كثير سيء هون، بس anyway بدي انا شوي احاول اتعامل معه. على فرض انه هذا فيو اوكي، يعني صار في عندي نوعا ما فيو، مش افضل فيو ممكن نعمله، بس صار في عندي هون فيو اقدر اشوفه من خلال البيري ليت، من خلال البيري بلين. هلا اول اشي بدنا نعمله انه الاضاءة العامة اللي بدها تدخل من الشبابيك، الاضاءة اللي بدها تدخل من الشبابيك. ف خلينا نروح على فيري لايتنج هون نتعرف على نوع اضاءة في الفيري لايت. لما نيجي نكبس هون فيري لايت في هون بظهر لي خصائص الفيري لايت، في عندي ثلاث انواع بدنا نشتغل فيهم، او في عندي عدة انواع بدنا نشتغل بجزء منهم. بهاي الحصة راح نبلش في الدوم. الفيري دوم هي مجرد اوكي دوم بتكون مغطية، تخيلوا في دوم كبيرة، او تخيلوا الهيمسفير تبع الكرة الارضية، تخيلوا السم كلها. فبالتالي هاي الاضاءة هي مش مرتبطة في اللوكيشن تبع الضوء. لما احط هذا الضوء بتصير الاضاءة تجيني من السماء من كل الجهات بشكل متساوي، تمام؟ فبالتالي اذا جيت عملت هون رندر سريع او انتر اكتف ريندرينج اوكي، بس خليني احط الفي ري اكسبوجر كنترول عشان هون اعرف اشوف الاضاءة. اوكي انزل السيتنج شوي 500 ارفع الايزو. اوكي فلاحظوا هون الاضاءة فعليا انا قاعد بشوف الضوء من كل الجهات بشكل متساوي، ما في عندي شيد وشادو لانه بيجيني الضوء من كل الجهات. اوكي فبدي اروح على الكاميرا من جوا اشوف، بدي ارجع اختار الاضاءة، بس قبل ما اروح الكاميرا بدي اختار الاضاءة تبعت لي هون. اخوي اوريدي انا مختارها، بدي اروح الكاميرا هيني انا فوت فيها من جوا. هلا هون بدي اروح الموديفاي، لاحظوا بدي اصير ارفع قيمة الملتي بلاير اللي هون نوع دوم. الدوم بصير الإضاءة تجيني خارجية، شايفين المنطقة اللي هون هاي الإضاءة الخارجية، بس هون بدي أرفع الملتي بلاير تبعها لرقم شوي عالي بحيث تصير تدخل إنارة كافية على المشروع عندي. أوكي فهون دخل عندي لاحظوا هاي المناطق اللي هون المضاءة من برا، أنا هيك إكزاكتلي بدي إياها، بس ممكن أرفعها كمان شوي. تمام هلا صار في عندي إنارة قوية جاي من الشباك، هاي جاي فعليا من الدوم، من الدوم لايت. تمام اذا بلف الكاميرا على الناحية الثانية نفس الاشي راح اشوفه جاي من الشباك. اوبس هي نفس الانارة جاي من الشباك، فهي الدوم لايت. اوكي بس انا هون طبعا شايف صورة الفيري لايت بلين اللي حطيتها. اذا لاحظوا المشكلة انه عندي الفيري بلين هي مش ساطعة بشكل كافي يحاكي الدوم لايت، مبين الدوم يعني اضاءتها اقوى، يعني مبينه هون وقتها مغيمه، فبدي ارفع اناره الفيري لايت شوي عشان يصير في زي محاكاه بين الفيو وبين الاناره، وكانها الاناره جاي عن جد من الفيو اللي هون، فهيك الموضوع شوي صار كافي. هاي بالنسبه للاناره الخارجيه بنستخدم فيها الدوم لايت، وبنحط على الفيوز اللي جايين من الشبابيك بلين وبنحط عليهم الفيري لايت بلين. خلونا هلا نشغل شوية إضاءة داخلية. طيب أنا هون قبل ما أبلش بدي أدخل أكمل موديل عندي على المشروع. هاي الموديلز
انا هبعت لكم شويه موديلز، موديل لايبراريز بتستخدم جزء منها، او جزء مهم من الطلاب سألني كيف، او اخذ عناوين الويب سايت كيف يبلش يجمع من فيسبوك، من جروبس، من مناطق مختلفه، هيز اون لايبراري، لانه كل واحد منكم لازم يكون عنده لايبراري الخاصه فيه. فانا هون بدي اخذ شويه فيرنيتشر بس عشان يبين عندي الموضوع شوي رياليستيك. في الانتيريور ديزاين الفيرنتشر بلوكس كتير اشي كتير مهم جدا، ان يكون في عنا اشياء بروفيشنال نوعا ما. ممكن هون ياخذ وقت بالسيرش، خليني اروح دايركت على اشوف. طبعا هي عملية كتير بتاخذ وقت انك انت تختار فيرنتشر محترم، ومرات بتكون هي مسلية نوعا ما انك تجمع فيرنتشر للشو اسمه. فانا بدي اخذ اي فيرنتشر من ارك موديلز مثلا 197. طبعا هاي اللايبراري الخاصة فيها، بس كل واحد لازم يكون عنده مثل ما حكينا his own library يبلش فيها. فانا بدي اخذ اي موديل من هاي الموديلز. اوكي نفترض هاي 6، او نفترض هاي 6.8 من 197، 197 6.8. هلا انت المفروض تاخذ اشي خاص فيك. اول اشي بدي اخذ الباث تبع التكستشر، بدي اعرفه عندي على المشروع، على المشروع هنا عشان يتعرف على التكستشر لهذا المشروع وين موجود. فبدي اروح على اسيت تراكينج، المفروض كلكم صرتوا بتعرفوا كيف تعملوا هذا الحكي. كونفيجر، بدي اضيف الباث تبع التكستشر على هون. اوكي هلا بدي اعمل امبورت لل امبورت ميرج. أنا فيري حكينا 7 منيحة. اوكي حكينا 8 احنا، او 8 منيحة. مش راح طبعا اشترط عليكم ايش كلكم تدخلوا فيرنتشر، اي فيرنتشر بتجيبوه. اهم اشي تتأكدوا انه دايما الماتيريال تبعته فيري عشان يزبط معنا الريندر. طيب في اشي تاني بدنا ندخل هلا، عناصر اضاءة عشان نحط انارة داخلية صناعية. بس خليني اجي احط هنا. طبعا دائما احنا لما ندخل الفيرنيتشر، خليني الف 90 درجة، 90 كمان 90. اوكي لا نعدل شوي نوعا ما. نعدل الكاميرا شوي بس نشوف اشي لوجيك. حاسس الفيرنيشر شوي سكيل او اوتو سكيل، بس خلينا نتأكد من هذا الموضوع. لا اوكي لا اظن طبيعي. اوكي فهلا بصفي شوي الريندرينج، راح يكون مور رياليستيك لانه بلش ادخل عليه فيرنيشر. هلا بدنا نشوف كيف بدنا نعمل كمان إنارة صناعية داخلية في أنواع مختلفة من الإضاءة. بس نشوف هلا كيف راح يطلع الوضع. معلق نوعا ما، بتمنى يعني بتأمل عندكم مش نفس الوضع. اللي عامله لحد الان هو مش اشي ثقيل على السوفت وير، اشياء كثير خفيفة. باي ذا واي احنا للتمرين الجاي ما بدناش ندخله كثير موديلز اوفر عشان ما ترهق الملف وما يطلع حجمه كثير هائل. اوكي فصار في عندي فيرنيتشر شوي ريزونبل. اوكي اقدر اشوف السبيس من خلاله. احنا مش هلا قاعدين، احنا مش بنعمل ديزاين، بس هاي وحده الاناره موقعها خاطئ. خليني اسحبها ممكن من توب، اعرف اتعامل معها احسن.
اوكي احطها هون بالزاوية. تمام. بدي ارجع اخذ اشي مهم كمان في الاضاءة او في هيك سبيس، ارجع اعمل اخذ الشتر او اخذ كيرتن. اوكي قبل ما يطلع اي موديل فيه كيرتن بدنا نشوف. هلا ناخذ اناره اضافيه داخليه. هلا بدنا نرجع على الاناره اللي هون، نروح على الفيري لايت نشوف شو في انواع ثانيه. في احدى هذه الانواع من الانواع موجوده هون، الفيري سفير. الفيري سفير هي بتقدر تخيله لمبه، هي كره بتضوي. فاذا جيت عملت هون موديلينج للسفير، اوكي هي نعملها موديلينج تحت شكله. بدي اتراجع. اوكي هاي فيري سفير. اوكي هو راح رسم لي فيري بلين. بدي اتاكد انها سفير. طبعا بعد ما ارسم اللايت بقدر اغير نوعه. فيري سفير بدي ادخلها، فبدي اتخيل وكانه في عندي لمبه او ثريا بنص السبيس. اوكي بدي اتخيل انه في عندي لمبه او هون بنص السبيس، و اظن السقف هون ارتفاعه. اوكي بدي اصغر حجمها، بدي اروح على موديفاي. ففي عندي هون الراديوس لها 23 سم الراديوس، بدي او 5 سم كافي انه تحاكي اللمبه نوعا ما. اوكي فخلينا نشوف الايفكت تبع هاي اللمبه اللي هون. طبعا احنا بالعاده بنحط اللايت، بس مرات بنعمله انفيزبل ما يشوفش السورس نفسه، بمقابل اني اروح اجيب 3 دي موديل لثريا. هلا بنشوف اذا في، بس نشوف في قصه الكيرتن هون. مش عارف ليش مش راضي تطلع. اوكي خلينا نشوف هون ايش الاثر تبع هاي اللمبه. بس قبل ما اكمل خليني اعمل سيف للملف، لان انا لحد الان مش عامل سيف. اوكي ويك 13 ويك 13 فيري لايت 2 اوف 3. ضروري كنت تعملوا سيف كل فترة قليلة عشان نتأكد انه ما يروح علينا شغل. اظن كنت ضروري تسمية الملفات تكون منطقي عندنا عشان نعرف نروح للموديلز ما انت بدنا يكون الاشي مرتب. هلا خلينا نرجع نشوف هاي اللمبة، بس بدي اطلع الكاميرا لفوق شوي عشان اقدر اشوفها، نشوف الافكت تبع هاي اللمبة. طبعا دائما بنصحكم انه يكون الفيرنيتشر كله موجود على لاير اسمه فيرنيتشر عشان نقدر نطفيه اثناء نعمل تيست. اوكي هاي منطفيه. طبعا لما نخلص ضروري نروح نغير اللاير، نروح على الديفولت نرجع مرة تانية. هيك اسرع لنا عشان نعمل تيستينج للاضاءة والافكت تبعها. اوكي فهي موجودة اللمبة عندي هون، ممكن اعطيها اشي وارم نوعا ما اذا بطفيها. طبعا هاي ميزة الانتر اكتف، حكينا في نوعين للرندر، في هاي انتر اكتف والفاينل. هون بنحط على صورة البريك هون الانتر اكتف. الانتر اكتف اللي حلو فيه بكون اقدر اغير بالسيتنجز واشوف اثرها بشكل مباشر عندي هون. فممكن هون اغير لونها، اخلي التمبريتشر تبعها 3500 بس عشان تعطيني اشي مختلف. ستيل هاي اون، بدي ارفع الملتي بلاير لإلها عشان اشوف اثر اللمبة هاي. لاحظوا بلشت اشوف اثرها على الحيط اللي فوق هون. طبعا اثرها واضح هون كمان في الفراغ، بلش يضوي لي الفراغ كله. لاحظوا في هون من الريندرينج اللي بدي اعمل ستوب، في هاي بيعمل لي ريندر لريجن، فاذا بكبس عليها برسم هون زي ويندو، فبيعمل لي ريندر لهذا الويندو. اوكي فقط لهذا الويندو. فخليني اشوف اطفيها وتشوفوا هون الاثر وهي طافيه. هذا الفراغ هيك وهي طافي، هذا الفراغ وهي ضاوي، عشان تحسوا الفرق بينهم بين اللي حواليهم. او نشوف الحيطه اللي هون هيك ضاوي هيك طافي، لاحظوا الفرق بين وجودها وعدم وجودها. تمام استيل ممكن ارفع قيمتها شوي 800، لا 8000. اوكي
روح لألف. أوكي هلا من إعدادات الإنارة هون في أوبشنز ممكن أعملها إنفيزبل. إنفيزبل ببطل أشوف السورس تبع اللمبة بس بصير أشوف الإفكت تبعها. طب أغلب الحالات راح تضطر تعملها إنفيزبل عشان ممكن تجيب لايت جاهز. بس نروح إحنا هون على اللايبرري بدي أشوف اللايت لامبس. فممكن اجيب اي موديل، هاي 175، ممكن اجيب اي موديل من هاي المودلز اللي هون. اوكي خليني اجيب مثلا هاي 27، 175 27، 175 27، 175. ناخذ المابس، اعمل هون ستوب، اروح اعرف المابس مرة ثانية. كونفيجر يوزر باث، اوكي خليني اعمل ميرج ل 27، فايل امبورت ميرج. اوكي شوف موديل 27 طبعا حسب منين بيجيب اضاءتك انت. في بعض الانارات بتكون يا خوفي انا جايب اشي غلط، غريب انه في كل هاي الاليمنتس. في بعض الموديلز بيكون انارتها منه فيها بس بدي اروح اشوفها. اوكي مش عارف ليش محطوطه كل وحده لحال فيهن، انه كثير اوبجكتس بس بدي اعملهم جروب عشان ما يكونوش كل وحده لحال. اوكي بدي ارجع احطهم هون في النص او على الجدار، على عفوا على السطح. اوكي هلا بدي ممكن ارفعها شوي. او هلا هاي الإنارة وقتها بدي ارجع احطها جوا الإنارة، جوا هاي ال جوا الثريا. عشان هيك انا حكيت ممكن احنا نشيل. اوكي طبعا بدك تتعلم على الاختصارات قدر الامكان عشان تعرف تتنقل، فانا هاي بدي اصغرها شوي ثلاثة عشان اكررها اربع مرات ويصير في عندي إنارة قوية جاي من ال انستنس عشان اعرف اصغرها. او عشان اذا صغرت واحدة فيهم، صغرت قيمة واحدة فيهم يتصغر الباكين. هاي احدى انواع يعني احدى الطرق اللي بننور فيها الثريات، انه نستخدم انارة حقيقية سفير ونحطها جوا الثريا. اوكي فخليني اشوف هلا شو صار الوضع عندي. اوكي صارت اكثر رياليستيك انه الضوء جايين من فوق، المنطقة اللي تحت مضوية اللي هو راح يكون الفيرنيتشر، فصار الموضوع شوي رياليستيك عندي نوعا ما. فخليني هلا اجرب اجيب الفيرنيتشر اشوف شو اثرها على الفيرنيتشر. لاحظ الموضوع كله هو يعني ايزلي ما زال احنا بنقدر نحط يعني في كثير ناس بيعرفوش يتعاملوا مع اللايتنج لانهم بكون في عندهم اشي ميسنج. احنا هون بس بدنا ناكد على لما رحنا على الانفايرمنت حطينا الفيري اكسبوجر كنترول، لما استخدمنا الماتيريال صح، لما نعرف كيف نعلي الإنارة أو نوطيها يا من خلال الملتي بلاير أو من خلال الشتر سبيد بالايزو. بهاي الطرق كلها احنا بنقدر نتأكد انه السبيس عند المضوى بطريقة مناسبة. اوكي ستيل انا بقدر اتحكم في الاوفر اول لايتنج من خلال اكسبوجر كنترول هون 8. روح نقدر نرفع الايزو او ننزل الشتر سبيد، ننزله شوي. اوبس تو ماتش 80. اوكي طبعا عشان يطلع معنا المفروض نرجع نحط ستارة، نرجع نحط هون لوحة، نرجع. بس بشكل عام هاي كيف بنضوي الموديل الداخلي.
هي بيسكلي بنعتمد على هدول الشغلتين، الدوم عشان تيجيني الإنارة من برا، والفيري سفير عشان نطلع إنارة من الثريات. بس قبل ما خلينا بس ناخذ آخر نوع في الانتيريور. طبعا في أنواع تانية ممكن تتعرفوا عليها هون. في من الأنواع اللي بستخدمهن بالفيري لايت، في الفيري بلين. البلين هي بتكون عبارة عن يعني جزء طالع منه إنارة، يعني أو بلين طالع منه إنارة. فلو جيت أرسم هون بلين، بكون طالع من هذا البلين إنارة باتجاه السقف، عفوا باتجاه السهم اللي هون، فبيطلع منه إنارة باتجاه السهم. فمن تطبيقاتها إنه ممكن نيجي هون مثلا، بس ممكن هون أجي أرسم مثلا هون زي إيليمنت معين. أوكي، في الانتيرير في السبيس ممكن أعطيه هذا لون بس عشان أشوف كيف ممكن نستخدم تطبيقاته. ممكن بس بدي أسحب لون الدهان، أعطيه هذا الأوبجكت، أعطيه المابينج نفسه، كوبي بيست، وخلينا نروح على التوب فيو. لاحظ صار في عندي هون فراغ، فبدي أعطيه أنا عندي بهذا الفراغ بدي أعطيه زي إنارة مسحورة. فباجي برسم هون الفيري لايت اللي حكيت لكم عنه، نوعه بلين، فبكون السهم موجه لتحت باي ديفولت. فأنا باجي برسم بهذا الفراغ هذا البلين، بغني كابس على الماوس قبل ما انهي الطرف الثاني. اوكي، بس نشوف هون ارتفاعه، فانا بدي اياه موجود تقريبا هون تحت. اوكي، هي موجود هون، المفروض ما اشوفوش. هلا بقدر اشوف الايفكت تبع هذا البلين. اوكي، رح ياخذ شوية وقت قبل ما يعمل لود. بس حكيت لكم دائما واحنا بنعمل تيستينج بكرر للإنارة المفروض اطفي الفيرنتشر، لانه الفيرنتشر هو بياخذ فعليا وقت منيح عشان يحضر حاله للجهاز يبلش يعطيك بريفيو. كمان مرة انا هون مش قاعد بعمل ديزاين بقدر ما هو فرجيكم اساليب اللي او الطرق اللي بنعمل فيها إنارة. اوكي، خليني اروح على الفيري لايت هون، اغير لونه او التمبريتشر تبعه واخلي اشي واطي او 3000 مثلا. بقدر ارفع قيمة الملتي بلاير شوي عشان اشوف ايفكت اقوى. يعني هذا احدى الاساليب اللي بنتعامل فيها مع الانارة المسحورة، انه نحط الفيري بلين نوعا ما. في شغلة بس بدي احكي لكم اياها في الريندر سيتنج، التقاء الاسطح المفروض يكون في عندنا اشي هون في زي السواد امبيانت، فهاي موجود في رندر سيتنج بنشغلها مرة واحدة دائما عشان اعزز التقاء الزوايا هاي في الريندرينج واحس في الجيومترز بشكل اقوى. هلا بس افرجيكم شو اللي راح يصير، بتشوفوا الفرق بينهم. اوكي، فخليني اروح على رندر سيتنج، اروح على جي اي، تمام، محل ما في بيوت فورس لايت كاش. بدي اروح هون على الديفولت، اكبس عليها تصير ادفانس، ففي هون اون بينت اوكلوجن. بس بدي اشغلها اتاكد انها دائما من 10 ل 20 سنتي بس مش اكثر من هيك. هلا نشوف الفرق شو بده يصير هون. طبعا هاي من الاشياء اللي بتعطيني الجماليه اكثر للريندرينج، الداخلي والخارجي بتقدر تعملوه هاي بوث في الداخلي والخارجي، انه هو اشي عند التقاء الزوايا بيعزز هذا الالتقاء من خلال تسويد تدريجي للزوايا اللي هون. اوكي، فلاحظوا انتو هون فعليا صار في عندي هون على الزوايا شوية سواد، صار الاشي رياليستيك اكتر فعليا. اوكي، خلينا نشوف كيف صارت النتيجة عندنا هلا هون. طبعا دائما الاكسسوارز هي اللي بتعمل جمالية ورياليتي عالية للفراغ، مثل ناس بتحط نباتات، ناس بتحط ستاير، ناس بتحط اكسسوارز على الطوايل. في ناس يعني بصراحة بشوف بجوز مرات
الموضوع بيوصل لحد مبالغ فيه، انه المصممين الداخليين بمضوا وقت على اختيار الاكسسوارات اللي مش راح تتنفذ في التصميم الداخلي اكثر من التصميم نفسه. يعني بخلصوا التصميم بنص ساعة، بقعدوا 5 ساعات وهم يختاروا في الاكسسوارز، لانهم عارفين الناس كثير بتنخدع في هاي التفاصيل. بس بشكل عام لا، بدناش نروح لاشي مبالغ فيه. anyway انتو حطوا اكسسوارز بسيطة بس عشان نشوف كيف تعاملتوا مع انارة هذا السبيس. اوكي، لاحظوا الامبيانت اوكلوجن اللي عملناها اعطتني هذا السواد على الاطراف. طبعا كل ما كان، كل ما اعطيته وقت اكثر، كل ما زادت الريزولوشن بهي الطريقه. اوكي، فهيك بنكون غطينا النوع الثالث اللي هو الفي ري لايت، الفي ري بلين. اوكي، هلا بس بدي احكي كمان عن نوع اخر. هلا من الفي ري لايت احنا بصراحه عاده اهم اكثر شيء بتستخدمه البلين والدوم، وفي شيء ثالث اسمه مش. المش هو انه يكون في عندك جيومتري تخلي الجيومتري نفسه يصير ضوء. فعلى سبيل المثال بدي اجي ارسم هون فرضا هون اي جيومتري، مثلا بدي اجي ارسم بيراميد بس عشان اشوفه ايش هو ال... اوكي، فرسمت هون بيراميد، او خليني ارسم البيراميد هون على الحيط مثلا. اوكي، بس نروح نشوف هذا البيراميد بدي اخليه يضوي نفسه، بدي اخليه عبارة عن ضوء. فبنروح نجيب الفي ري لايت مش، الفي ري مش بنحطه وين ما كان بغض النظر عن موقعه، فهو راح يجي عندي عبارة عن مربع. بنروح على خصائص هذا المربع، نختار من بيك مش، نختار المش اللي بدها تصير ضوء. فعمل لي هاي المش عبارة عن ضوء، فبتصير هاي هلا هي نفسها تطلع ضوء، ونفس السيتنجز التقليدية اللي بنعرفها انه بس البلاير الانتنسيتي نفس الخصائص المعروفة. فهون بس بدي اشوف شو الاثر تبعها هاي المش، فبدي اجي اعمل هون ريندر ريجن. رح ياخذ شوية وقت قبل ما يعمل رندر أو أوقف التسجيل. فتمام، بلش أشوف الإفكت تبع هذا الضوء الفي ري مش اللي هو كان على شكل بيراميد. ف مثل ما انتم شايفين هلا صار هذا يضوي، صار عبارة عن وحدة إنارة. أنا ما بدي إياه بس حبيت أفرجيكم شو لي شو هو الفي ري مش. أوكي، بدي اروح اشرح لكم هلا عن اخر نوع اناره اللي هو السبوت لايت. بس خليني اجيب سبوت لايت اصلا. فخليني اجي اختار سبوت لايت. هلا جزء كثير من الموديلز اللي بتجيبها جاهزه بيكون الاناره منها وفيها، بس انا بحكيش عن هذا النوع من الموديلز اللي انارتها بتكون جاهزة، بحكي عن ال interior lamps. نشوف ها 99. اوكي، اي سبوت. لاحظوا زي هذا الموديل بكون في موديل اوريدي انارته فيه منه فيه. انا بحكيش عن هذا الموديل، انا بدي احكي عن اللي فيش فيه انارة عشان انا احط له انارة. فخليني اجيب موديل مثل فرضا مثل هذا الموديل فرضا اللي هون. بديش اخذ المضوى، بدي اخذ المطفى عشان انا اعمل له انارة خاصة فيه. فبدي اخذ هذا الموديل اللي هو انفورميشن 99 39 اوف 99 39 اوف. اوكي، فخليني اجي اشوف 99 39 اوف هاي. import merge. طبعا كمان مرة انا مش محاسبكم على اختياركم لل 3D models، يفضل يعني الواحد يكون عنده his own library. انا اعطيتكم اشياء بسيطة تبدو منها، بس انتو anyway لازم الواحد يدور على his own library. 99
VA. اوكي قلنا 39. اوكي بدي اختار الموديل اللي مطفى اوف. اوكي انا بختار اول، هو الويندو اللي بيطلع لي بقول لي شو اللي بدك تعمله ميرج بالضبط من الموديل، بقول له كل اشي، فهو راح يعمل لي اياه ميرج. هي هون فعليا انا بديش اياهم مضوين، بدي امسح واحد فيهم، بكفيني واحد بس اخذ هذا معاه. اوكي اوكي بدي اطفي واحد منهم، اخذ بس واحد من الموديلات. اوكي اعمل له شوية سكيلينج، هلأ بقدر اعمل له جروب. فهذا سبوت لايت اللي هو فعليا مطفى بدي اخذه عندي في المشروع. اوكي اسحبه على السقف. هلا نشوف مبين من الكاميرا، هي مبين هون. هلا لهيك حالي بدنا نحط له سبوت لايت، بس ممكن سكيل شوي كبير. هذا بدي احط له سبوت لايت. اوكي فبدي اجي اختار له من هالمره، بديش اروح اختار الفي ري لايت، بدي اختار اوكي قاعد بيعمل اوتو سيف لانه صار لي فتره بشل، فهو لما بيعلق غالبا بكون بيعمل اوتو سيف. فبدي اروح اختار هنا فوتومتريك لايت. فوتومتريك لايت هو نوع اخر من اللايتنج، تمام. بدي اختار منه، بالعاده بنستخدمه للسبوتس، فبدي اختار تارجت لايت من الفوتومتريك لايت. اوكي هون عشان نختار نبلش نختار لون حقيقي، فبدي اعمل له او اناره حقيقيه، فهو زي ما تقول رسم اليونت ورسم تارجت لإله. فانا هاي اليونت تبعتها بدي ازيحها تقريبا عند السبوت هون، والتارجت بدي احط وين لازم تضوي هاي. اوكي هلا بصفي هون، هذا هو السورس تبع الاناره تبعي. اوكي هلا خلينا اذا بدنا نجرب، بس خلينا اضفي الفيرنيشر عشان ما ياخذش معي وقت في التستنج. اذا بدي اعينها راح تلاحظوا كيف انها راح تكون شوي قد او دفشه، او لاحظوا قديش الاناره كثير قويه ومش رياليستيك جاي منها. اوكي هلا ليش انا استخدمت طبعا انتوا لاحظوا هون هذا اثر السبوت الحقيقي، انه كل ما يبعد فعليا كل ما اعطاني كل ما يبعد عن مصدر الاناره كل ما تخف الاناره، هيك فعليا الاثر الحقيقي للسبوت. هلا في شيء اسمه اي اي اس فايل. الاي اي اس فايلز هي كالاتي، اي اي اس اوكي. الاي اي اس فايلز هي ملفات بتيجي من مصادر او من شركات الاناره، بتعطيني افكت او بتحدد الديستريبيوشن لللايتنج على الحيطان. ففعليا هاي اللي شايفينها هون كلها اثر السبوت على الحيط، كيف بكون توزيع الاناره. هذا الاشي مين بيحدده؟ المصنع المصنع للاناره حسب الزجاج وكواسر الزجاج والكواسر اللي جوا السبوت. وشكل الاناره بتعطيك شكل مختلف للافكت. هذا الافكت كثير رياليستيك، فانا رحت استخدمت الفوتومتريك لايتنج او الفوتومتريك لايتنج عشان اقدر اعطيه الاي اي اس فايل. الاي اي اس فايل فعليا كل الشركات المحترمه، يعني لما بدك تعمل ريندرنج رياليستيك ريندرنج لوحده اناره معينه بتروح تسال عن الاي اي اس فايل تبعها، عدم تقدر تعمل داونلود من مصدر الشركه. انا هالمره راح اعطيكم اي اي اس فايلز من عندي، تمام، عشان تقدر تستخدموهن لهذا السبوت. هلا بدي اعمل هون ستوب، بدي اروح على خصائص
اللايتنج الفوتو متريك لايت هون، بدي اروح اقول له انه التمبلت تبعه، او عفوا مش التمبلت، اللايت ديستريبيوشن كيف بدي اياه يتوزع هون، بدي اقول له فروم فايل. طبعا في هون خيارات انه يكون على شكل سبوت لايت بهي الطريقه، اذا مش موجود عندي فايل او بديش استخدم هذا الفايل، فصار في عندي هون اثر للسبوت لايت. طبعا اثر للسبوت لايت في له الفول اوف اللي هي التدرج تبعها، مش اشي كتير بليسنج بعطيني اياه، مش اشي رهيب يعني، حتى لو رفعت ليفل اللايت. فانا هون بدي اروح اقول له فروم فايل او فوتومتريك ويب، فعليا فوتومتريك ويب. الفوتومتريك ويب هي بتفتح لي اني اختار الفايل هون. اذا بنروح على الفايل على اللايت ديستريبيوشن، بنختار فوتومتريك ويب، بنروح بنختار هون الفوتومتريك لايت. ففعليا كل واحد بكون زي ما هو في عنده موديل موديلز لايتنج، بكون في عنده فوتومتريك. طبعا راح ابعث لكم هاي جزء منها. لاحظوا لما باجي بختار اي ملف بيطلع لي هون شكله كيف راح يكون الديستريبيوشن تبعه، عشان اعرف تقريبا كيف راح يكون شكل الديستريبيوشن تبع كل وحده من هاي الوحدات اللي هون. اوكي، فخليني اختار مثلا هاي 10، فهيك متوقع يكون الشكل تقريبا، مش اكزاكتلي لانه مش هيك الموضوع بيشتغل، بس خلينا نجرب هلا نعمل تيست لللايتنج. فلاحظوا بطل الايفكت تبعه هو ايفكت كتير تقليدي، صار في شويه يعني فاريشن، اللي هو الاشي اللي بيعطيني اياه بشكل رياليستيك. اذا بنزل هذا شوي لتحت، اوكي لاحظوا هاي شكل السبوت لايت اللي هون. طبعا بدي اعطيه ستيل، بقدر اتحكم في القيمه تبعته، اطلعها او انزلها. ففي عندي هون الانتنسيتي، فيها باي وحده بدك، في اللومن ولا في الكاندل ولا في اللوكس كذا، على بعد كذا. طبعا بغض النظر انت بالنسبه لك كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقه، ارفع القيمه بزيد الضوء، نزل القيمه بقل الضوء، انه ازم ازم بالازداد، مش مضطر تفوت تعقد حالك في ايش بتعني هاي القيم. ارفع القيمة عبين ما يصير المنظر بالنسبة لك كافي. نفس الاشي بدي اروح بس هون اغير اللون تبعه، اللون تبعه بدي اروح اختار الكلفن الحرارة، فيعطيني 4000. طبعا هاي بجوز تعرفوها، اخذتوها في مادة اللايتنج، كل ما نزل الرقم كل ما صار وارم اكثر، كل ما طلع الرقم لحد 7000 بصير بلو اكثر، فالارقام اللي قريبه من 3000 تكون اكثر وارم. فهيك بكون غطيت انواع الاناره اللي نستخدمها فعليا للانتيرير ديزاين او في الانتيرير، فعليا السفير، البلين، الدوم، السبوت او الفوتومتريك لايت. اللي مطلوب منكم للاكسرسايز الجاي انكم تعملوا لي ملف زي ما انا عملت، ملف كتير بسيط بس مجرد غرفة، تعطوها ماتيريال، فيش مشكلة لو استخدمتوا ماتيريال جاهزة، تدخلوا اشي بيسك من الفيرنيتشر، مش اشي كتير، بديش الملف يكون كتير تقيل، وتستخدموا الاربع انواع انارة، واحد الدوم، اثنين البلين، ثلاث السفير، اربعة الفوتومتريك مع اي اي اس فايل، راح ابعث لكم اياهم. واهم اشي يكون في عندكم ويندو كبير وتحطوا لي جواته من خلاله اطلالة، عشان اقدر اشوف الايفكت او الاطلالي، فبدكم تستخدموا في ري لايت. واهم شيء لما بتخلصوا كل هذا الحكي بدي تعملوا له ريندرينج ل اوكي بتعملوا له ريندرينج، بتحددوا لي مثلا كون شوي جينرس، مثلا 5 دقائق او 3 دقائق للريندر هون قديش. طبعا انا 3 دقائق عندكم بجوز تقعد نص ساعه، فكونوا شوي كرمه في الوقت عشان تطلع ريزوليوشن عاليه فعليا. فانا هون بدي استخدم 3 دقائق مثلا، بس بالنسبة لكم اعطوه نص ساعة عشان تطلع مثلا ريزوليوشن عالية. فبتعطيني على الأقل صورة واحدة، على الأقل صورة للريندرينج، اوكي عشان يطلع ريزوليوشن نوعا ما منيحة. خليني أوقف الريكوردينج شوي لأخلص ريندر. اوكي أنا هون خلصت، عندي 3 دقائق ريندرينج بس ستيل في عندي نويز. لاحظوا هذا النويز إشي كتير سلبي، طبعا كل ما انا اعطيته وقت اكثر كل ما خف هذا النويز. على كل احنا لازم نعطيه وقت مناسب، ومع ذلك في بالرندر اليمنتس هون نقدر نحط باس او رندر اليمنت اسمه فيري دينويزر. هذا الدينويزر كثير بقلل لي
النويز الموجود هنا، بس بدنا نكون حذرين منه، انه اذا كان اصلا الوقت قليل هو راح يشيل النويز انوي بس راح يخلي التفاصيل تضيع. فبالتالي اذا جيت انا عملت ريندرينج لهون لهي المنطقه، ايش اللي راح يسوي دينويزر؟ هلا راح يحاول يشوف وين في عندي صار نويز، اوكي هيو ضيع لي اياهم. فلاحظ عشان النويز كان عندي كثير عالي ما اعطيتوش وقت منيح. طبعا مع الوقت كل ما اصبر عليه اكثر بصير في عندي تفاصيل اكثر، بس الدينويزر فعليا اخفى لي كل النويز الموجود. فهذا الدينويزر كثير مهم نحطه، تمام؟ الفي ري دينويزر اللي هون من الريندر ايفنت. هلا بدي ارجع عيد الريندر مره ثانيه، بس انا بصراحه الاصلاح اللي عندي هون كثير حاسه وضعها سيء. كمان مره احنا مش قادرين نعمل ديزاين، بس انه شوي بدك تعطيني شيء ريزونبل، فبدي احاول اغير هاي الاطلال اللي هون. فممكن اختار اي شيء اخر من الداونلودز. اوكي خلينا نشوف الداونلودز الا ما يكون نزل اشي. اوكي هاي الفيو، بدي ارجع بس احط الفيو باتجاه لان كنت لاففها كانت مايلة معاي، بدي ارجع اصفر. اوكي فالفيو تصير شوي منطقية اكتر. اوكي اوكي هيك ببين وكان طابق رابع خامس وفي قدام اطلالة حلوة افضل. اوكي فهي بشكل عام غطينا، صار عندكم واضح شو المطلوب نعمله بالضبط. فبدكم تسلموني صورة معمولها ريندر، وبدكم تسلموني الملف الاصلي تعملوا له اركايف، وتأكدوا انه الملف الاصلي حجمه مش اقل، مش يعني حاولوا يكون قدر الامكان قليل. بديش احدد حجم، بس انتم صرتم متعودين كيف لازم تعملوا اركايف لاكثر من شيء تعملوا له ابلود. بس نشوف هلا النتيجه النهائيه. اوبس واو لساته بيعمل ريجن، ما بديش انسوا هاي مضويه، بدي اعمل ستوب وارد اعمل ريندر مره ثانيه لانه كنت ناسيها ريندر ريجن، انه يعمل ريندر جوا المربع فقط. اوكي انا اعمل كيرز بدي اطفيهم. طبعا جزء كبير من الشغل مرات بكون على الفوتوشوب انك تحسن هذا المظهر، راح نيجي ناخذها بحصه ثانيه كيف بدنا نحسن هذا المنظر. بس خليني استنى النتيجه النهائيه افرجيكم اياها وانهي المحاضره. اوكي هي النتيجه النهائيه صار عندي بعد ما خلص رندر. نتيجه شوي راضي عنها نوعا ما. طبعا كديزاين كثير يعني بده شغل، يعني اذا بدي اعمل ديزاين عن جد يعني، بس انا مش قاعد بعمل ديزاين، بنفرجي بس تكنيكال سكيلز في الماكس. بالاخر بدي اجي اسيب الصوره، بدي اجي اسيبها صيغه جديده ما مرتش عليكم اسمها اوبن اي اكس ار. اوكي بس لا بالنسبه لكم سيبوها جي بي جي عادي وابعثوا لي اياها دايركت. اوكي لانه انا خلاص بدي بس هاي النتيجه، بس انا ممكن افرجيكم انه كيف على الفوتوشوب. ممكن درس خاص اعطيكم اياها، بس هلا سريعا بس بدي افرجيكم اياها. فهاي بدي اسميها باسمي ورقم الجامعي واتيفر، وابعثها. فانا بدي اياكم هاي الصوره، بعدين تيجوا بتعملوا سيف اركايف للموديل في فايل سيف از اركايف، وتبعثوا لي التنتين الصوره والاركايف موديل مع بعض. اوكي بس فعليا ممكن بحصه قادمه او اعطيكم شيء بونص اخر السنه شويه اشياء مش مطلوبه منكم بس شوي ادفانس. فانا هون بالعاده باجي بصيغها اوبن اي اكس ار، هاي الصيغه بتحمل كثير من الداتا، فعليا بتكون اعمق من غيرها. ف بقدر اشتغل فيها بوست بروسيسنج على فوتوشوب براحتي نوعا ما. بدي اشتغلها شويه بوست بروسيسنج او بوست برودكشن، خلينا نسميها بوست برودكشن على فوتوشوب.
بس انا مش طالبها منكم لهذا التمرين تعملوه، فهي اعتبروها هيك بس عشان افرجيكم انه كيف الاشي ممكن يتطور احسن من اللي شايفينه هنا. نستنى الفوتوشوب ليفتح. اوكي هاي اوبن هاي ويك 13. بدي اخذ الاوبن اكس ار. طبعا كمان مره الاوبن اكس ار هي بالنسبه لي صيغه بتحمل معلومات افضل اكثر من غيرها. بتاكد ان المود تبعها 16 بت. كمان مره مش مطلوب منكم تعملوا اللي عملتوه هون، بس بدي افرجيكم انه كيف ممكن مرات نعمل بوست بروسيسنج، عشان هيك مش كاعد بشرح شو الكاعد بسويه بالضبط. بس عشان نشوف الفرق بين قبل وبعد. اوكي متأكد في عندي اشي غلط في الكمبيوتر اليوم لانه بعلق كثير، بدي اعمله كنسل. بس بدي اخذ نسخة عن هاي عشان اشوف الفرق بين قبل وبعد. اوكي روح في الرو فلتر. اوكي فبدي اروح على البيسك هون، بدي شوي الشادو اخففه من جوا، بدي الوايت ازيده شوي، البلاك اقلله شوي. اوكي الهايلايت اقلله من برا بس ارفع الاكسبوجر شوي، ممكن الوايت نرجعه. اوكي التكستشر ازيد شوي، كلاريتي ازيدها شوي. كمان مرة مش مطلوب منكم تعرفوا هلا شو اللي بعمل فيه لانه مش مطلوب منكم هلا. ممكن الفاينت اقللها شوي. اوكي ممكن الكلر بروتكشن تمبريتشر شوي اقللها. اوكي فهي شوية تحسينات. اوكي ممكن هون اعطيها لينس كوركشن لانه فراغ داخلي ممكن اعمل ديستورشن فيش اي شوي افكت. انا ممكن اقللها. اوكي طبعا هذا بده ممارسة شوي، فاعمل لها شوي ديستورشن للايمج. ممكن اعملها دوبلوكيت مرة تانية. انا بعد مش قاعد بشرح شو بسوي لانه مش مطلوب منكم تعملوا هذا الحكي. سكرين بس فرجيكم انه البوست بروسيسنج مرات بيحسن من الصورة. اوكي فلاحظوا هاي النتيجة عندي هي الاشي المعمول بوست بروسيسنج. هي كانت قبل، هاي كانت قبل، هاي اللي صارت بعد. فلاحظوا قديش صار في فرق في كواليتي الصورة او في جمالية الصورة بسبب البوست بروسيسنج. عموما مش مطلوب منكم البوست بروسيسنج، بس حبيت افرجيكم انه احنا على فوتوشوب بنكمل شغل على الريندرينج عشان نحسن من مظهره. شكرا لكم، يعطيكم العافيه، ونشوفكم في الحصه الثالثه والاخيره بالفي ري لايتنج. يعطيكم العافيه.